البارامترز اللي بدنا اياهم حتى نقدر نكمل وندخل على الماتلاب. يعني حندخل على الماتلاب انا بعد ما نطلع الماتريسز ايش نعمل؟ رح ناخذ السكس ماتريسز هدول رح نحط فاريبلز اسمهم ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3 ثيتا 4 ثيتا 5 ثيتا 6 ورح يكون في عندي values ل D2 لا عفوا D3 إذن هي variable مش variable constant بيعتمد على construction و D4 A2 و A3 لا الألفاز ما هم معروفين بقدر أعوضهم مباشرة معروفينهم 90 درجة فبحط محلهم قيم يعني بقدر أحط ناقص واحد أو زائد واحد حسب الساين والكوساين ها حسب ساين فساين الناقص 90 وساين الزائد 90 بس هدول البارامترز الاربعه A2 A3 و D3 D4 لانه الباقي كلهم زيروز مضبوط هاي 0 0 0 هدول هم البارامترز اللي بدنا اياهم اذا بدنا نطلعهم لحد يلاقي لنا اياهم A2 و A3 و D3 و D4 هدول الثلاث بارامترز ما راح اقدر اكمل حتى لو بنيت الماتريسز ما راح اقدر اكمل واكمل الفورورد كينيماتكس الا اكون عارف القيم هدول الاربعه. هلا لو بدينا في الماتريكس من هون ناخذ اول ترانسفورميشن تي 1 0 بتساوي حاصل ضرب 2 ماتريسز. هذه فيش عندي هون غير ثيتا 1 مش هيك فيش حاجه اني نعم تفضل. ما بتقدر ريجيد اللينك صارت ريجيد. لا الاكس زد اكسس مش بتتحرك. بالنسبة لبعض ما بتحركوا. بالنسبة لبعض بتحركوا، بالنسبة لغيرهم ما بتحرك بس. بالنسبة لبعض ما بتحركوا. مش عندي أنا كان في قطعة لينك واللينك مش في آخرها كان اكسس وأولها اكسس، هذول بيقدروا يتحركوا بالنسبة لبعض؟ بس هذا بيقدر ممكن يتحرك بالنسبة لشيء ثاني، بس بالنسبة لبعض ما بيتحرك هدول فيكس. ألفا شو كان تعريفها؟ هي زاوية بين تو كونسيكتيف زد أكسيز. مظبوط؟ اللينك ريجيد. مظبوط؟ بس أنا لو جيت قارنت زد 6 مع زد 1 تحرك بالنسبة له. بس هذا أنا ما أخذه بعين الاعتبار، أنا عمالي بقول ألفا اللي هي الريجيد لينك تعتمد على الريجيد لينك ما بين الأكسيز زد 1 وزد 2، زد 2 زد 3 وزد 3 وزد 4. هدول فيكست الأنجلز. هاي كل الأرقام اللي حطيناها كونستنت فيكس. نعم. ما عدا ثيتا. ثيتا بتتغير دائما. ثيتا راح تضلها تتغير، وإذا في بريزماتيك عندي راح تكون ثيتا بتكون دي، مش هيك؟ صفي دي اللي بتتغير. هلا دي كونستنت، هدول كلهم اللي حطيناهم هدول كونستنت، هذا كونستنت بيعتمد على الديزاين، وهذا كونستنت ما راح يتغير بعدين. وعندي كمان A3 كونستنت و A2 كونستنت، هدول ما بتغيروا. هدول الخمس فاريبلز اللي هون. لو كان في بريزماتيك لينكس راح يكون في فاريبلز هون. إذا هذا هذا variable وهذا variable. هذا لما نصير نحرك ايش الفاليوز اللي بنحركها؟ بحرك الثيتا، وإذا عندي محرك مركب على هاي الجوينت، إذا عندي actuator محرك مركب على كل واحدة من الجوينت، الجوينت سبيس هو نفسه الاكتويتر سبيس. في تعبير يستعمل في الكتاب شيء اسمه الاكتويتر سبيس، ما في فرق هون بين الاكتويتر سبيس والجوينت سبيس. يعني كل محرك مسؤول عن جوينت، هذا مش دائما صحيح، في تطبيقات بتصير معقدة أكثر، بصير المحرك عماله بغير شيء مختلف أو في علاقة مختلفة ما بين الأكتويتر والجوينت. أنا هون كم محرك بدي لو بدي أركب على هذا الماتور؟ لو بدك تجيب ستيبر موتورز أو شيء بدك ست محركات مظبوط؟ المحركات بدك تعمل له جيرنج أو بدكش تعمل له جيرنج، بس المهم إنه هذا المحرك مع الجير تبعه الزاوية تبعته ما بتختلف عن ثيتا 1 لثيتا 6. هذا شو سميناه؟ جوينت سبيس. وشو بدي اطلع الان من السكس ماتريسز لما بضربهم؟ كارتيجن سبيس. مش بطلع الاند افكتر الاوريجن تبعها والاورينتيشن تبعتها. هلا تذكروا انه احنا الاند افكتر رجعنا الاوريجن تبعها لوين؟ للاوريجن تبع فريم 5. ما فيش مشكله هذا ممكن بعدين وي ديل وذ ات. ونفس الشيء بالنسبه للبيس، شو عملنا في البيس؟ رفعنا البيس وحطيناها هون. ما فيش مشكله، ما هي هاي كلها ديسبيسمنت، هي عباره عن دي اظن بتصير، مش هيك؟ بتصير دي بينكم D along Z1 وهاي نفس الشيء بتصير هذه D along Z6. اوكي ماشي واضح سؤالي؟ فلو احنا جبنا هلا المحركات هذول وبعدين لما تدخل في الدايناميكس شو بصير بدك تتاكد؟ ما بكفي الان احكي كينيماتكس، ما بكفي اقول هذا المحرك لازم يتحرك، حتى اتاكد انه المحرك بيقدر يتحرك شو بدي احدد؟ تورك تبعه، فهون دخلنا بالديناميكس. احنا كله هون بنحكي لما بنحكي عن الباث بلاننج رح نحكي بس عن ايش انا بتمنى انه يتحرك الكينيماتكس. بعدين بندخل للداينامكس لما تصير نطلع على
الفورسز المطلوبة. إذا عندي أول واحدة هون هي روتيشن حوالين إيش؟ حوالين الزد أكسس مظبوط؟ فروتيشن حوالين الزد أكسس راح يكون عندي 0 0 1 0 0. هذا عندي هون فيش ديسبيسمنت، ف 0 0 0 1 0 0 0 مشان. والزاوية اللي بدي أتحرك فيها هي ثيتا 1، فبصير عندي كوساين ثيتا 1 ماينس ساين ثيتا 1 ساين ثيتا 1 كوساين ثيتا 1. مظبوط؟ هذه أول واحدة، ما فيش عندي غير ماتريكس واحدة. الثانية راح تكون ايدنتيتي ماتريكس، هذا راح تعطيني ايدنتيتي ماتريكس مظبوط؟ بعدين عندي هون لو أخذت هلا 2 1 راح يكون عندنا 2 ماتريسيز. ماتريكس للأولى، هلا عندي هون ناقص 90، هلا هذا روتيشن حوالين الإكس أكسس مظبوط؟ عندي بصير عندي 0 0 1 0 0، وعندي هون كوساين، كوساين ناقص 90 ماينس ساين ناقص 90. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني راح يكون شبيه تماما ب هاي الموجودة هون، مش هيك؟ مظبوط هيك، لأنه هذا حوالين الزد أكسس. ناخذ الثالثة، الثالثة هلا عندي هون هذه زيرو هون، عندي بس displacement من مقدار A2 علي along مين؟ وين بتروح هون؟ هون ولا هون ولا هون؟ أول واحدة. فاللي هي كانت ايش قيمتها؟ A2. وعندي هون بس هيك خلص 0 0 0 0 0 1. الجزء الثاني عندنا displacement D3 along مين؟ Z axis. فبتصير هذه D3 وبعدين عندي rotation حوالين D3 حوالين Z ناقصه. صح هاي من D3 لD2 مش لD1. هلا عندي هون rotation حوالين حوالين Z axis. عندي هاي ثيتا 3، ثيتا 3 هذا الجزء. الجزء الرابع هلا عندي هون حوالين اكس 2 مش اكس 1 اي 2 هاي اللي هون. ايش مالها؟ مش حوالين اكس 2؟ حوالين اكس، هو ما بيعرف ايش اسمه اكس 2 بالنسبه له، هو ما بيعرف اكس 2. كل واحد بفريمه بلف حوالين الاكسس تبعه، مش هيك قصدي؟ احنا هون لما بنعمل بتذكر هون ما كان يعرف هو الفريم، بيعرفش هو في له اكس وواي وزد له، ما بيعرف شيء ثاني عنهم، مش هيك قصدك؟ لانه لو بدي احط اكس 2 وين راح احطها؟ يعني اكس 2 مش بفريم مكانها اذا حطيتها. لا هي بالنسبه للاكس الفريم اللي هي فيه، يعني في لها فريم هي فيه موجوده فيه هو الاكس. نعم تفضل. طيب ليش ما نحط الاي 2 بالماتريكس هاي ونشيل بصير بصير، انا بس عم هو بعطيك الحاله العامه. هلا انت بدك تختصر مباشره تاخذ اي 2 وتحطه هون بصير راح يطلع معك هيك، تاكد. ما فيش مشكله، ما في مشكله، بس احنا عم ناخذ الحاله العامه من هون. ناخذ الحاله 4 على 3، 4 على 3 عندي ناقص 90 هون، وعندي هون اي 3 هي اي 3 0 0 1 0 0 0، وبعدين عندي هون ناقص 90 حوالين الاكس، فراح يكون عندي كوساين ناقص 90 ماينس ساين ناقص 90 ساين ناقص 90 كوساين ناقص 90. هذا وهذا طبعا راح يروح، وبصير عندي هون بلس 1 ماينس 1. والجزء الثاني 4 3 عندي هون ثيتا 4 displacement ايش عندي هون؟ عندي 0 0 0 1 دكتور عندي
هون مضبوط خطينا هون خطينا مضبوط. نوقف هاي عشان نمحيه. توفيق.